قلتي منيح، ما بيصير تتركي لهم الساحه، اهتمي بزوجك. مو قصدي، مو مشان هيك يعني، هو اذا كان لازم يروح مشان هيك شغله يروح، بس انا معصبه منه لانه عم بيخفي موضوع نسرين عني. يعني انا شو رح اعمل للبنت؟ شو بدي اسحرها؟ يا الله دخيلك، بيجي ليكحلها بيقوم بيعميها. الف صحه وهنا. نحن اجينا. اها اهلا وسهلا. مرحبا. اهلا وسهلا بكنتنا، مو جوعانين؟ اهلين. لا شكرا. تفضل لو سمحت. تكرم. شو ما صرتي غنيه؟ ليش عم تشتغلي هون؟ طبعا بدي اشتغل. شو فيها؟ مو متعودين تجينا المصاري بدون تعب. احمد. ايوه. مع الاساس بدك تروح اليوم على الجامعه؟ مزبوط، بس الاستاذ علي لساته ما رجع من قبرص، لما يرجع بروح. الاستاذ متين بالمدرسه الثانويه بتذكر؟ ايه بتذكر. اتصل فيني وقال انه في طلاب لازم يستعدوا مشان الامتحانات، وقال لي ممكن تدرسهم، وانا قلت ممكن تدرسهم هون. عن جد؟ ايه. انت رح تدرس الطلاب لك؟ برافو عليك يا باشا. جيبهم لهون بيقعدوا بيدرسوا وهن مرتاحين. بتحبي تساعدينا؟ ايه. شو بدكم اعمل؟ لمي هدين الصحون الفاضيه كلها. في صينيه هون؟ فكرتي شو رح تلبسي بالحفلة؟ أنا برأيي إنه ما نترك الشغلة لآخر دقيقة، خلينا نروح على السوق ونشتري شي مناسب لإلك. لا ما في داعي أبداً، رح ألبس الفستان الأسود اللي لبسته هديك المرة. وين رح تلبسي الفستان اللي لبستيه هديك المرة؟ في حفلة خاصة بتأسيس المستشفى اللي بيشتغل فيها بدر، ولميس رح تروح لأنها مرت الدكتور. إيه بس هداك الفستان الأسود ما بيناسب هالحفلة، أنتِ المفروض تلبسي شي سادة. كيف يعني؟ ما في داعي، اللي عندي منيح رح يطلع حلو وخلصنا. طيب مثل ما بدك لميس، بس ليكي انتي بالنتيجة رح تروحي لأنك مرت دكتور لميس. هالنوع من الدعوات، يعني الدعوات المؤسساتية، تنعمل للتعرف على الموظفين، وهنن ما بيدعوا الزوجات على الفاضي. انتي رح تروحي لتمثلي زوجك، في فترات ترقية رح تصير بعدين، لهيك هاي المناسبات مهمة. شو القصة يعني؟ شو زوجي مناسب سلالة ملوك وأنا ما بعرف؟ هاي نحنا، واللي مو عاجبه لا يعجبه وخلص، بيكفي بقى. انتي هلأ قتلتيني باللي قلتي عن جد. شبك؟ ليش عم تتصرفي بشوفة حال؟ بعدين بالشغل كله بيتصرف بشكل مختلف عن طبيعته. أنا ما بدي كذب على حدا. طيب ما بدك، بس تخيلي معي، خلينا نفترض انك عم تنظمي دعوة كتير مهمة وبدك الناس يعرفوا بمؤسستك مشان تكبري شغلك وتوسعي، وبدك توقع اتفاقيات مهمة، تمام؟ وزوجك رح يحضر المناسبة، كيف رح يجي؟ لابس بنطلون شورت بوت رياضة مثلا؟ رح يعجبك؟ ما رح يعجبك؟ رح تعتبري زوجك معنو مهتم بأمورك، شي طبيعي مو هيك؟ والله اللي عم بتقوله مزبوط، معها حق، وكمان بتخلي النسرين تنفجر. والله هالبنت فهمانة، انت بين ايدين امينة. يلا خلص موافقة، بس رح يكون شي سادة، يعني ما رح نبالغ فيه أبدا، اتفقنا؟ ماشي ماشي، اتركيه علي، يلا نروح على السوق. يلا يلا. طيب بس هلأ في زباين بالمطعم. هلأ حتى وقف الدم، عم توجعني شوي. أبعد ما وقف. يلا بسيطة بسيطة. تحسين شالهان؟ أنا. تفضل. يلا هلأ بعد شوي دور. تعال هون. لك شوفي شبكي. احكي ليش جبتها هي لهون؟ يا الله دخيلك، بتعرف لعت نفسي من شوفتها؟ اختي بصراحة لما بدر قال انه الوضع كتير صعب، جبت كل يلي طلع بوشي. شو بدي اعمل؟ بدي انطر. يبعت لي حمى عليك يا كنتي على هالحظ. انتي ليش هيك صار معك؟ خالة فاطمة بترجاكي تهدي، رح اطيب عزيزة وبكرة بتشوفي. هاي تروح. قلي شو صار بدر؟ شو النتيجة؟ فيني اتبرع لها؟ انسجتكن ما طابقت، بس في حدا انسجته طابقت. مين؟ مين؟ حاجة بقى. حلو. انا انسجتي طابقت؟ تطابق تام يعني؟ ما توقعت لهالدرجة نحن نكون متقاربين يعني. بس بدي قلكن انه كبدي كبد عادي، ما في داعي نبالغ بالقصة. بعدين أنا ما بهتم فيه منيح، يعني أكيد بيكون نشفان هلا. شو عم تحكي؟
كيف يعني؟ لا تكوني تراجعتي، شو قصدك؟ لا لا طبعا معقول تتراجع؟ أكيد ما بيجي من قلبها، أكيد رح تتبرع. طبعا رح أتبرع أكيد، معقول أترك البنت في هالحالة؟ صحيح، بس وين رح يكون الجرح؟ وما رح أتوجع أبدا مو هيك؟ وبدي أعرف إذا بده يضل أثر، ما بدي يضل أثر. وقل لي قديش بدي لحتى صح؟ لازم أعرف كل شيء. خذ الكبد والأمعاء والعين. لا تاكل هم. شو هالصدفة يعني؟ ما في غيرها؟ شو هالحظ؟ يعني المهم زبطت. Çak bir kibrit ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşi bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. صباح الخير، جبت لك شي تاكلي، ما بيصير تضلي بلا اكل، انت حامل. يسلموا. شباب وين؟ عملوا اجتماع مغلق بمكتب زوجك وامنوني عليكي بس. صار شي لعزيزه؟ شو الموضوع؟ لا لا ما في شي، لا تخافي ابدا. يعني على الاغلب في شي موضوع خاص بيناتهم، بس احمد ما قال لي شو هو. طيب رايحه اشوفهم. يعني بفهم منك. بعد عن طريق مرتضى. لحظة لميس، معك حق تتضايقي، بس ما تروحي تهاجميها فورا. ما بيصير هيك. ايه حبيبتي، ما تشوفي الموضوع من الناحية السلبية. دقيقة، كأنك عم بتدافع عن واحد خايم مو هيك؟ لا يا روحي، ليش لحتى دافع عنه؟ بس اسمعي شو عنده يعني بالأول. لميس، هي القصة مو هيك أبدا، أنا كنت ضحية. ليك وقال هو الضحية؟ ليش؟ شو عملت لك المرأة؟ ربطتك وعملت شيء غصبا عنك مثلا؟ لا في ربط ولا شيء، بس هي بعثت لي رسالة على لسان تولاي. المرأة نصبت لي فخ، يعني صدقيني. ايه، وانت ما صدقت حالك، كنت ناطر هاي الرسالة من تولاي لتروح لفيفيان فورا. ليش هالحكي لميس؟ ما بتعرفيني، ما فيني اعيش بدون تولاي، انتو اكتر حدا بيعرفني. ايه صح، كنت اتصرف على هذا الاساس مرتضى، لا تجنني. رحت وخنت بسبب رساله، لا وكمان خليناها هي اللي تنقذ عزيزه. انتو كيف رضيتوا هيك؟ ايه بس شي حلو، شي منيح، المهم نفعت لشي بالاخر مو هيك؟ لميس بترجاكي لو سمحتي لا تخبري تولاي بشي ابدا. شوفي الي. عفوا، هلا اخذوا عزيزه على الغرفه. منيح، يلا تعالوا شوفوا. منيح، يلا تعالوا. لميس، يلا لميس، بسرعة بسرعة بسرعة. ما بخلص من المصايب. منيح كتير انه عدت على خير، نفدت منه. وين جاي مرتضى؟ خير شو بدك؟ شبكي لميس، جاي اطمن على البنت. ما بدي اشوف وشك هون مرتضى بنوب، لا تواخذني يعني. روح لعند فيفيان او وين ما بدك روح. لميس روقي شوي، طول بالك مرتضى. بدر لو سمحت لا تخليها تتصل بتولاي تخبرها. مو شايف كيف طالع خلقها؟ ما بعرف اذا بقدر، بس رح احاول. احمد احكي لي شو اللي صار. ما بقي غير خبر. تعي معي خلينا نطمن على عزيزي. هلا القصة إنها ما فهم. عزيزة جميل، خفت كتير إني ما أرجع أشوفك بحياتي. لا أنا منيحة جميل، لا تخاف علي، أنا منيحة كتير. لميس عزيزة، الحمد لله على السلامة. خفنا عليك كتير حبيبتي. لا أنا منيحة، لا تخافي علي. ايه انت منيحة، مثل الحصان يغزي العين. ايه مزبوط كلامه. عزيزة طمنيني كيف صرتي؟ كبنتنا وانت اجيتي كمان، اهلا وسهلا. تسلمي. الحمد لله على السلامة. لو تشوفي مبارح كل الجيران اجوا مشان يتبرعوا لك بالكبن، حتى الخالة فاطمة. عن جد عم تحكي؟ مين يلي عطاني طيب؟ مين تبرع لي اخر شيء؟ صحيح
شو كان اسمها هي؟ ما بعرف، ببقى بشوف بالملف، راح عن بالي الاسم هلا. شو بدك انت فيها هلا؟ يعني مو مهم مين هي، المهم انك انت منيحه هلا، والمهم انك رجعتي لي بالسلامه يا روح. معقول هالحكي جميل؟ بدي اطلب منها تسامحني، هلا هي صارت اختي بالكبد دنيا واخره وساعدتني لحتى اعيش، بدي اتشكرها. مين هي؟ يلا قولوا لي مين هي؟ اختك بالكبد؟ لا تكبري الموضوع، ما فيها شيء، بالنهايه هذا كبد مو قلب ولا كليمان وهالشيء العظيم. لا تهتمي. ايه 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 طبعا. شو بدي اعمل هلا؟ انت ناطرني مرتضى مو هيك؟ فيفيان اخذوا كبدي مرتضى، اخذوا كبدي الوحيد وهلا حطوا مكانه قطن وما ضل لي كبد ابدا. خربتي لي بيتي ولسه بتقلي لي اخذوا لي كبدي يا مجنونه؟ بس ما كان هيك رايك امبارح بالليل؟ ما بنسى اللي صار بيننا. مو وقت هالحكي هلا، وقفوا التخت شوي، بدي احكي معك كلمتين لو سمحتوا. ماشي. اسمعيني بس، تشوفي لميس بتقلي لها انك انت ضحكتي علي وحطيتي لي دواء بالشاي، اتفقنا؟ ليش انا بسترجي اضحك عليك؟ لا تخليني افضح كل شيء هلا مرتضى، اصلا عم بتخيل شغلات غريبه كثير هلا، معقول من المخدر؟ خذوا المدام على غرفتها، واضح انها تحت تاثير المخدر، انتبهوا انتبهوا على مهلكم عليها. بتعرفوا الواحد ما عاد عطى زبرته للناس بهالايام، هالمخلوقه اعطتني كبده. مجنين انتو، معقول ما اتشكر على هالشي؟ يعني جيبوها بدي بوس ايدها، بدي صير خدامة إلا طول العمر، لازم ما اقصر معها بحياتي لانه هي كتير منيحة، كتر خيرها هالبنت ما في منها. عن جد ليش ما عم بتقولولي مين؟ ها؟ عزيزة ليكي امانة، ديري بالك على كبدي، كنت حبه كتير. ليش الجهاز عم يزمر هيك بدر؟ ارتفع النبض شوي. لميس لميس، شو عم تحكي هي لميس؟ انتو عن جد حطيتوا لي كبده هالحقيره ولا عم تكذب؟ ليكون مو عاجبك كبدي كتير حلو على فكره، ها يعني هلا عن جد اختلط دمي بدمها؟ شلون بتعملوا فيني هيك؟ مشاني حبيبتي روقي. خلص روقي عزيزه، هدي حالك، وانا تضايقت مثلك، بس شو بدنا نعمل يعني؟ لك المهم انك منيحه هلا، بغض النظر كبد مين، شو بدك فيه؟ ما بدي خذها بدر، قيمه من جسمي بسرعه، ما بدي كبده يكون معي، ما بدي. شو قصدك يا روحي؟ مشي الحال وعطيتك اياه هلا، خلص صار بجسمي. ما بدي. يا شباب ليش جبتوا هي المراه لهون؟ ما في مكان ثاني بالمشفى، كله خذوها. مستحيل، ما حذرتوا تاخذوا كبدي وتزتوني بعدين، بدكم تهتموا فيني لحتى طيب، ايه بدكم تضلوا هون معاكفكم. هي شو عم تقول يا؟ انا ما عندي حدا يهتم فيني، خليكن عندي، خلوا عندكم شويه ضمير. خلي مرتضى يهتم فيكي، بما انه طلعتي اغلى من مرته. ليش هالحكي هلا؟ ليش ما حدا عم يفهمني؟ عم قلكن هي خدعتني. لو كنت عم تحكي شيء بينسمع كنا فهمنا، لا تخاف. وانتوا ليش مكبرين الموضوع لهي الدرجه يعني؟ نحن كبرنا القصه. انتوا اللي كبرتوه. لانه هي شغله مو مستاهله، شو فيها اذا الواحد خان مرته يعني؟ الامر كثير عادي. شبك لميس شبك، حاجه ترجعوا تحكوا وتعيدوا بنفس القصه، ليكوا البنت رح يوقف قلبها من وراكم. خلصنا بقى، يلا سكروا الموضوع عليها هلا، وكل يوم جيبوا لنا مرة جديدة. شوفي شو خد نفس ارجع عم يدق بسرعه، طول بالك رح موت. هي بتكون نوبه هلا، يا ما صايره معي انا، تستاهل خرجك. الله لا يراقب الا شوف. خذوني، ما هو بدي اروح، ما اتركوني، بدي اطلع. خلاص ما بتعرفوا، خذوها خلصونا منها بقى، خذوها بسرعه، منوشنا رح نموت واحد ورا الثاني من وراها. بس رجعت لكم هطمن، وما رح اترك كبدي لحاله مع هاي البنت الحقيره. بدي كبدك، ما بدي اياه اختي، ما بدي اياه، روحي من وجهي بقى، وانا فورا رح ابعت لك كبدك. خلص روقي يا عمري، حاجتك تكبري القصه. رجعت لكم، عجبكم رح ينفجر الجهاز. يعني خلص لميس رح تخبرها؟ يعني انا ساويت اللي بقدر عليه، بس ما استفدت شيء بنوب. اسمعني، ما رح نقدر نقنع على لميس انه تخبي الموضوع. ليش مكبرين الموضوع كل هالقد؟ هاي المره منيحه، خلص خليك هيلين. غير هيك مو مبين اذا مرته رح ترجع او لا. معقول هالحكي يعني؟ شبكي انت تولاي عم تصمد مصاري بالمانيا، يعني رح ترجع لكي؟ بالله وامتى؟ خليني اقول لك شغله، بما انك تخليت عن مرتك لدرجه انك نمت مع وحده تانية، ممكن هي تتخلى عنك لدرجه انها تفضل المصاري، يعني ممكن اساسا زواجكم انتهى وخلص من زمان. معقول لا هذا شيء بالضبط؟ معقول هيك شيء عن جد؟ انتوا ما بتعرفوا انه ايلين مع شهاده عالميه بتشويش الافكار؟ اي صحيح، يعني هالامور مو بهالبساطه. انا بحب تولاي كثير ومستحيل فكر اتخلى عن مرتي، بعدين كيف بدي اوثق بوحده خدعتني ووقعتني بشباكها؟ معقول هيك شيء؟ عم تقلع مره عطيتك قيمه لدرجه انها ضحت مشانك مشان وحده تركتك وراحت، ما هيك؟
ما تخوض حبيبتك من قدام. ولك انت ماشي، انا بحب مرتي وانتو بتعرفوا هالشي. شو هالحكي ها؟ ايه مزبوط، وانا شاهد على هالكلام، هنن بيحبوا بعض. مو معقول هذا الحكي. رح قوم ادفع الحساب بالاذن. اسمعني، انت روح هالبيت ولا تاكل هم الموضوع، ماشي؟ كل شي رح يكون منيح. طيب. ايه تمام. طيب يلا. تمام مثل ما بدك، بس برايي انكم عم تظلموا فيفيان كتير. يعطيك العافيه. تفضل. لو سمحت بدي ادفع حساب هديك الطاوله. تمام. ممكن تحط كلمة السر؟ المبلغ ما بيكفي يا استاذ. كيف يعني؟ غير كافي. بدر شوفي، المبلغ ما بيكفي، هيك عم يقول. شو يعني؟ هاي البطاقات بتخربط بالعادة، يعني يمكن المغناطيس ما طاق. ايه بس البطاقة فيها مصاري. رح حاسبه أنا. تفضل. شكرا. يعطيك العافية. تركيني أنا أحكي ماشي؟ خلص مثل ما بدك. صباح الخير. صباح النور. أنت منيحة؟ أي منيحة. شو حكيتي مع بدر؟ لا ما حكيته، حضرته مشغول. عموما نرجع لموضوعنا. نرجع مين يلي بدنا نوقعه؟ انا ما بدي وقع حدا بنوب، انا بس بدي فهم فكرة ليلاز انه المصاري بعمرها ما بتشتري السعادة، يعني بدي اعطيهم درس. يعني انت غنية وسعيدة. سعيدة لانه معك مصاري معقول؟ يعني ايه، المصاري بتسهل الحياة وهيك تلقائيا بتصيري سعيدة. انت ليش هالقد خايفة من المصاري؟ قولي. لأن مشوشة على عقول أخواتي. أنا بدي اياهم يستوعبوا أنه السعادة بعمرها ما بتنشرها بالمصاري أبداً. بدي فهمهم أنه العيلة والأصدقاء هن الأهم بحياتنا. فهمتي علي ولا لا؟ هي قصص بواس الفقرة فيها حال. لما تكوني غنية ما بتتحملي علاقات مو مضطرة تتحمليها ابنها. يعني نحن عم نحاول نضل عيلة متماسكة لأنه فقرة، ولا نفس السبب في عنا أصدقاء مو؟ لو كان معك مصاري ما رح تحتاجي لأصدقاء. حكيك هاد بخص على هذا المصلحة يا إلي، بينما نحن عم نحكي عن الحب والقيم. نحن ما منفوت بعلاقات مصلحة بنوب. انتو ما عم تفوتوا بس اخواتكن عم يفوتوا، والدليل انهم عم يجنوا وقت يشوفوا المصاري. بس هدول ولاد يا إلي. تمام نحن ما رح نتفق، بطلت استعين فيكي، انا رح حل القصة بنفسي. خلص ماشي، بس ما في داعي تشوفي المصاري بعبه. على فكرة تتصرفي بطريقة كتير مستفزة. انا بعمل اي شي بيطلع براسي احمد، شو ما حلك تتعود علي. ايه لازم اتعود، بس البنت اجت تاخذ رايك بكل نيه طيبه. احمد شو اعمل لها؟ غلط السؤال اللي طرحته. شو هو الصح لك؟ مثلا لو سالتني كيف الواحد بيصير غني كنت جاوبتها ايه، لانه ما فيك تخلص من الفقر بالمصاري، والغنى مو بس غنى المال. كان فيك تقلي لهيك وما كان في داعي لهالطريقه المستفزه. شبك احمد، البنت ناضجه وربت اولاد كتير، متخيل اني رح فيدها، بتعرف تتصرف. احمد قوم نتفتل شوي لو سمحت. يلا. مو معقول قديش كفاية أو رايقة. أحمد تفضلي. يلا هاي لنيسة، افتحي لي مكبر الصوت. ألو. ألو أحمد، أنت مع إيلين؟ إيه شو صاير؟ كان بدي أسألك إذا فيك تيجي لأعطيك الأولاد وتحطوا المصاري بالبنك كمان. قلي أحمد فيك تيجي مو هيك؟ أوه بلا أحمد. طيب لميس، اصلا ما عندنا شيء للمساء. طيب فهميني شو الموضوع، شو صاير معكم؟ من شوي اتفقت مع الصغار على قصه المصاري، وهلا رايحه على المشفى لاحكي مع بدر. طيب اختي لكان بيجي وبشوفك. ماشي احمد بشوفك. لحظه احمد، فيك تاخذ عصمه من المدرسه اذا انا ما لحقت؟ طيب اختي لا تقلقي انا بجيبه. طيب ماشي شكرا. شو عم يصير احمد؟ اهدي الي. خلص حبيبتي لا تعبسي هلا، رح جيب الاولاد وحط المصاري بالبنك وبعدين منروح وين ما بدك. هلا بسيطة، بس انت مو منتبه انه اختك رجعت تشغلنا عندها؟ كان فيك تقلي لانك مشغولة وما فيكي. انا ما قلت هيك لانه ما بدي اياك تعصب احمد، كمان انا مو طاير عقلي بالاوامر المستفزة من اختك. ها مو طاير عقلك، انا اللي من يومين قضيت نهاري بالسوق لجيب تياب لاختي مو هيك؟ ليكي بالحقيقة أنتوا بتحبوا بعض بس شايفين حالكم وما بدكم تعترفوا. كيف؟ حاجتك حكي فاضي. مو فاضي،
على كل حال ما عم اطلب انه انت واختي تقربوا من بعض. المهم حاليا انه متفقين وما في مشاكل. انا بعرف انه بدك ياني اقضي عمري كله مع اختي. حياتي طبيعي انه بعد ما نتزوج رح تضطري انه تقضي وقتك كله مع اختي لميس. كيف؟ عفوا ما فهمت. لان بتضل اختي. عيد يلي قلته قبل. اعمل لك هي بتضل ظاهر طقمخك على الاخر وبلشت تخرف. ولعلمك انا مو مخططه لاقضي عمري معك ابدا وما عم فكر بقصه الزواج بنوم، ولهيك بكفي ما بدي توجع لي راسي بقصص فاضيه وبلا طعمه. إلين أنا مستحيل أنسى وقفتك بوش رجال المافيا لتنقصيني. خليكي هدأ. يعني معقول شو أجدع؟ اجي دورنا يلا تعالوا. ايه تعال يلا. مرحبا. كيف الصحة؟ اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. بدنا نحط مصاري بحساب لميس التام. طيب بس قديش المبلغ استاذ؟ هدول كل يلي بالكيس. استاذ شو فيها؟ فاجأك المبلغ ما هيك؟ اهدا حبيبي. نحن عنا شغل ومو وقت مسخرتكم. يلا خذوا هالكيس ومشوا. ليش شوفي؟ شو هاد؟ وين رحت المصاري؟ فيكو المصاري وينهن؟ يا الله انا شو بعرف فيه؟ اختي اعطتنا هذا الكيس. نحن من الصبح عاملين هذا الكيس على اساس المصاري بقلبه. اخي دور اذا في بصمات لابي. هذا أكيد أبوك سكن. مين؟ كيف يعني أنت بتقصد أبوك سرقه؟ مين بده يسرقهم غيره؟ لازم نتصل بأختي مشان نخبرها باللي صار معنا. لا لا روقوا شوي. هلأ روقوا. هلأ بيحسوا أنه عم ندور عليهم. بس قلوا لي جميل إمتى أخذها مشان ما تصير مشاكل. بس نحن ما بنعرف إمتى أخذهم. شو نعمل؟ يلا امشوا امشوا. مو بالصالون بابا. وين بابا؟ تحسين لك بابا. أوه. وين بدهم يكونوا؟ راحوا بالحارة ما في حدا كمان. عمي وين كنت كل هذا الوقت؟ اللي أبي وينه هلا؟ شو بيعرفني؟ أنا تركتهم يمشوا. أنتوا ما حطيتوا المصاري بالبنك؟ هيك قالت لي لميس. وين تركتهم يروحوا؟ ما بعرف. ليش خير شو صاير؟ هن سرقوا المصاري. كيف سرقوها؟ معقول هذا الشيء؟ أنا كنت فوق راسهم طول الوقت. مع هيك هن سرقوها. بروستار بروستار أنا بصير معي هيك كمان مثله. لأنكم كبرتوا. يلا قوم لوين بدنا نجيب المصاري؟ حمي قول أنت كيف عرفت أنهم مخبينهم هون؟ لك أنا خبرة يا واطي. يعني ما قولي تمر علي هيك قصة. ليك روح لهنيك وجيب لي شريطة مشان نحطها بقلب الكيس بسرعة. ليك تمام هيك. استعجل لك شوي قبل ما يجي حدا. ولك انتو شو عم تعملوا عنكم؟ كنا اللي غبطوا عنكم دقيقتين، انتو هربتوا؟ كنا بردارين قلنا لحالنا نتدفى شوي. يعني يلا من هون، يلا رجعوا لمكانكم، يلا امشوا، امشوا قدامي. لك اخي نحن جايين يعني ليش انت واقف فوق راسنا مثل الدبانه هيك على طول؟ يلا امشي تحسين امشي. وإلو عين يحكي والله. امشوا قدامي يلا لشوف. وين انت معه؟ يلا يلا. ليكنا رايحين ابي. فكرت انه هن كان بس بدهم يتدفوا، معناها سرقوا المصاري وهربوا من بعدها. ما هي ايه عمي اخذوهم وهربوا. يخرب بيتهم شو خبيثين، كيف قدروا يسرقوا المصاري؟ مو طبيعيين هدول ابدا. يعني مخبين المصاري باواعيهم ولهيك كان جسمهم عم يحكهم. اكيد صار
جسمي كله يحكني من ورا المصاري. أنا استنى لأشوف وين حطيت كمان. إيه خلصنا. يا عيني. يلا أمشي معي. يلا نحن رايحين. وهلا شراكتنا خلصت موفقة. نحن طريقنا بينتهي هون وما حدا رح يمد إيده على حصاد التاني. لو لا أطباع اللي عندي بالبيت ما كنت قدر تأخذ ولا ليرة مني. بس يلا مو مشكلة حظك قوي. أنت كمان حظك قوي. سلام. بابا 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 أنت هون شي؟ لا 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 يا الله زدت هون زدت هون. شوف شو رح أعمل فيك. كيف قدروا يلاقونا بهي السرعة؟ هلا بشوف يا حيوان رح عرفك يا حشي. بابا ليش هيك عملت؟ قل لي وين المصاري؟ بابا شاء الله طالعها. وين المصاري؟ المصاري هي المصاري شباك هاد المصاري. طيب بما انك سرقت المصاري فليش جاي لهون؟ ليش ما اخذتها وهربت؟ قول مو معقول يا أي مصاري ما معنا شي نحن. عم يطلع المصاري هلا. لا انت جنيت على الاخر. انتوا لسه عم تاخذوا وتعطوا معنا؟ لك وين المصاري؟ طلعوا انا شوف لك وين المصاري. شو صار لك؟ شوف ما معنا شي يا ابي. وين هون؟ لك ما معنا شي. ما خبينا شي الا بدي لبشك يا الله دخيلك شبات بعرضك. روح 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 عطي المصاري. راح المصاري ما معنا تحسين. مو هيك كنت عم بتقول؟ عبي بترشاد طالع عمي حال مصاري عم يحرقوا علي يدفوا عليها. شوف شوف مصاري مصاري لحول قبل ما يحرقوا. شو عملتوا مصاري؟ شو عملتوا؟ يخرب بيت خلوني اتركوا. يخرب بيت خلوني اتركوا. يا بابا بابا غفلت المصاري. بابا وإنت بابا حبيبي. يا بابا شو أنا عامل لك يا الله؟ ليش هيك المصاري راحوا مني يا الله؟ دخيلك ليس ليس يا الله مصاري. بعد الزواج وتأسيس عائلة بس هذا الشيء صعب كتير مو هيك؟ وأنا لازم أني أتقبله لو شو ما صار مو صح؟ عم تلوموني وكل الحق عليكم؟ أنتوا ليش لحقتوني؟ يلا قلولي ليش لحقتوني؟ لك لسهلك عيش لك كيف وضع عمل حالتك؟ شو بدك عني؟ شو بدك عني؟ بعد عني حاسبت المصاري؟ ما بيتطلق تحكي ولا كلمة بس السبب ما هو حق براس أحمد بكل شي صار معنا ذهني أنا مالي على عزيزي أنا خلي من الشي هلا لعمل بعيونا أبرك قرب لهون ليش هيك عم تضربني؟ خرجة والله في شيء كيف خلق عليك رافو عليك مصاري من أولادك وانت كمان يا حقير على عندو الحقدوني عمي بابا عزي تفاق عزي تفاق عزي تفاق عزي تفاق عزي تفاق شو صار لك بابا؟ شفتوا عم تقول ذهني شو حمار عمك ربو 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 يا حمش بقى فوح عليك خلص بقى بكفي طبيعي ما بدك تطفش منك. شوفي شو الموضوع اختي بابا وتحسين حرقوا المصاري. كيف؟ تماما هذا اللي صار. هلا تحولت مصارينا وقدام عيوننا واحترقوا لرمال. مو على اساس كنتوا رايحين تحطوهم بالبنك؟ اختي نحن ما دخلنا، بابا اللي طلع سارق المصاري ومعبي الكيس ورق جرايد كمان. كيف يعني؟ احمد ما حدا بيعرف مكان المصاري غير انا وياه. مزبوط واكيد مو انا اللي خبرتهم عن مكانهم، بيكون شم ريحتهم شو بيعرفني؟ المهم لقاهم. ايه شو مفكرين انه حيالكم مرقت علي من زمان؟ تعرفوا شو صار؟ أنا كنت واقف قدام الطاولة وشفت إنه في شحوار نازل من المدخنة على الطاولة، دققت فيه ولحقته فحسيت إنه في شيء مو طبيعي، فقلت أكيد أكيد خبوا المصاري بالمدخنة، وبعدين إجيت على البيت ودورت ولقيت المصاري هون أنا وهذا الغبي وحطينا بدالهم جرايد. لك أنت وكلكن على بعضكن ما بتطلعوا نقطة بحر دهاء وذكاء لفكري. يا ريتك تستخدم ذكاءك بشيء مفيد. يعني رجعنا مثل الأول؟ البركة باللي كان السبب. رجعنا فقرة. بابا إن شاء الله تكون ارتحت هلأ. لك شلون ارتحت؟ شلون بدي ارتاح؟ أصلاً ما عم نقدر نحتفظ بالمصاري لأنك ما بتحبيها. كانت أنا سبب آخر شيء.
شايفة اختي؟ فوق ما سرقوهم بدهم يطالعوا حالهم براءة. ايه يا حرام ماله ذنب. سرقت شو؟ لك قلي من امتى كانت المصاري اللي بناخذها من العيلة سرقة؟ اصلا بالاصل هدول المصاري مصاري بطاقتي. عم اشوفكم قليلين اصلا. لك انا اللي فيني كيف انا اللي شايفة فيها مصاري سرقة منه؟ انا يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.